الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون قامت بمهاجمة مطار بغداد بالطائرات المسيرة، وتحديدا الهدف بالنسبة إليهم كانت هي قاعدة فيكتوريا التي تتواجد فيها القوات الأمريكية أو الاستشاريين الأمريكيين بعد التغييرات التي شهدناها العام الماضي. تفاصيل هذا الهجوم الذي جاء من الفصائل المسلحة، هو جاء بطائرتين مسيرة مفخخة مباشرة على مطار بغداد، كما ترون هنا مطار بغداد بهذا الشكل وبهذا الاتجاه، وهنا تقع تقريبا قاعدة فيكتوري الأمريكية بهذا الاتجاه، بهذا الجانب الأيسر هو تواجد طبعا القاعدة، وكذلك بهذا الاتجاه تأتي ويأتي المطار المدني الذي عادة تنزل فيه الطائرات، تهبط فيه الطائرات، تغادر منه الطائرات من جميع الخطوط الجوية العالمية بشكل عام. ولذلك الطائرات المسيرة لم يعرف من أين هي جاءت بشكل مباشر على قاعدة فيكتوري بهذا الهجوم، ممكن أن تأتي من أي مكان، مصدر انطلاقها لم يعرف، ولكن هذه الطائرات بغض النظر عن هذا جاءت بسرعة كبيرة جدا فجر هذا اليوم في تمام الساعة 4:30 من صباح هذا اليوم. ولكن منظومة السيرام الأمريكية كانت جاهزة في التصدي لهذه الطائرات وقامت بضربها مباشرة والتصدي والدفاع عن هذه النقطة وتدمير هذه الطائرات المسيرة وسحقها بالتمام والكمال، وهذا يضع قاعدة فيكتوري على مستوى عالي جدا من عمليات التصدي. التصدي بالنسبة لقاعدة فيكتوري لهذه الهجمات إذا كانت على مستوى الصواريخ مثلا من القواعد الصاروخية التي كانت تطلق عليها منذ بدء التصعيد من هذه الأطراف التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون أو حتى من الطائرات المسيرة، الآن قاعدة فيكتوري دخلت بنسبة 100% في عملية التصدي لهذه الهجمات التي نراها بين فترة وأخرى على قاعدة فيكتوري. وإذا ما ذهبنا إلى الطائرات المسيرة وطائرتين المسيرة التي هاجمت قاعدة فيكتوري، هي جاءت بهذا الشكل، دمرت بهذا الشكل كما نلاحظ، وطبعا هذا بسبب أنها مفخخة، بمجرد ما تضرب من منظومة السيرام هي تفجرها مباشرة، وبالتالي نلاحظ بأنها تعطبت تماما. ولكن أيضا يجب أن نلاحظ بأن هذه الطائرة المسيرة واضح من أجنحتها بأن الأجنحة طويلة نسبيا، هي تأتي باللون الأسود، هنالك علامات في هذه الأجنحة لهذه الطائرة المسيرة، دعونا نقترب منها بهذا الاتجاه، هذه إحدى الأجزاء لهذه الأجنحة كما نلاحظ، عمليات ثأر القادة، وهنالك أيضا شعارات لسليماني من أجل الثأر لسليماني في أجنحة أخرى في الطائرة الأخرى بكل تأكيد. ولكن هنالك علامتين هنا قد تدلنا وتعطينا فكرة عن طبيعة الطائرة المسيرة التي هاجمت قاعدة فيكتوري. إذا ما اقتربنا منها فسنلاحظ بأننا أمام عدد بسيط من العلامات، هنا علامة كما نلاحظ، هنا مثل الاستيكر أو الملصوق بهذا الاتجاه، وكذلك هنا السيريال نمبر أو الرقم الخاص بالطائرة المسيرة بهذا الاتجاه. هذه تشبه تماما طائرات مسيرة شهدناها العام الماضي، منتصف العام الماضي في الشهر السادس تحديدا، من طائرات هاجمت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان، 3 طائرات مسيرة كانت على مقربة تقريبا 3 كيلومتر من القنصلية الأمريكية، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان من التصدي إليها وظهرت بهذا الشكل، هي تشبهها تماما إذا ما قارنا الأجنحة للطائرة المسيرة والطائرات المسيرة التي ظهرت اليوم بأجنحة هذه الطائرة. دعونا نقترب من هذه النقطة وسنلاحظ بأننا نحن أمام نفس العلامات تقريبا، وهذا هي طبعا الاستيكر التي تحدثنا عنها، وهذا هو السيريال نمبر، حتى شكل الجناح مشابه تماما، وبالتالي هذه هي الطائرات التي هاجمت قاعدة فيكتوري التابعة للميليشيات التي تعمل طبعا خارج إطار الدولة والقانون. المشكلة هي ليست في الطائرات المسيرة والهجوم على المطار وعلى قاعدة فيكتوري وتصدي منظومة السيرام، لا أبدا، بل إن المشكلة بأن كان هنالك نشاطا من الطائرات المدنية في مطار بغداد، كانت هنالك طائرات تغادر، وكانت هنالك طائرات قادمة ووصلت إلى مطار بغداد أثناء هذا الهجوم الذي نتحدث عنه. إذا ما توجهنا إلى الفلايت رادار 24 هي التي سجلت طبيعة هذه المغادرات بالنسبة للطائرات أو حتى بالنسبة للطائرات التي وصلت، دعونا نقترب من هذه لما تم تسجيل فجر هذا اليوم من هذه الطائرات المدنية. لو نلاحظ، نحن تحدثنا في الساعة 4:30 تم هذا الهجوم بالطائرة
الطائرة أو الطائرات المسيرة التابعة لهذه الأطراف. وبالتالي إذا ما جئنا فإن أقرب الطائرات المدنية التي كانت هي بالنسبة للطائرات التي تغادر المطار، فسنلاحظ بأننا أمام الخطوط الجوية القطرية في الساعة الرابعة هي كانت تغادر، وغادرت هي في طبيعة الحال مطار بغداد، وكذلك هنا الخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاينز في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة أيضا كانت تغادر. ويجب أن ننتبه إلى أن هذه الطائرات عندما تغادر عبر المدرج تحتاج إلى وقت، هي لا تطير مباشرة كما نعلم، هنالك عادة حافلات فيها يتواجد فيها ناس، هنالك مدنيين موجودين في داخل المطار، لذلك الخطر يأتي على عدد من المستويات وليس فقط الطائرات وهي تطير. أي خلل بهذه الطائرات المسيرة ممكن أن يضرب المدنيين بشكل مباشر. وكذلك هنا كما نلاحظ بأن كانت هنالك أيضا خطوط جوية تركية أخرى اللي هي Pegasus Airline، اللي هي طبعا Pegasus إيرلاينز التركية كانت أيضا غادرت في الساعة الثالثة والنصف. وبالتالي هنا نلاحظ أيضا للتأكيد لهذه الأمور نحن نتحدث عن الطائرات التي غادرت فجر هذا اليوم بالتوقيت الأي أم في يوم 3/1، أي بما معنا نحن نتحدث عن تاريخ اليوم. وإذا ما ذهبنا إلى الطائرات التي هي كانت قادمة، التي هي وصلت إلى المطار، فسنلاحظ بأننا أيضا الطائرات المدنية لم تكن بعيدة من توقيت الهجوم الذي تحدثنا عنه. فبالتالي إذا ما جئنا مثلا الطائرات هنا الخطوط الجوية التركية في الساعة الثالثة تقريبا من فجر هذا اليوم هي وصلت، وكذلك الخطوط القطرية كما نلاحظ أيضا في الساعة الثالثة وفي الساعة الخامسة كانت هنالك أيضا الخطوط الجوية القطرية وهي وصلت أيضا في الساعة الخامسة فجرا. وبالتالي نحن هنا نتحدث عن مشكلة حقيقية جدا ليست فقط أمام المدنيين وإنما من هذه الشركات نفسها، بما أن الطائرات المسيرة تهاجم هذه القاعدة، قاعدة فيكتوري، وهي تحلق فوق المطار المدني بهذا الشكل، فممكن لهذه الشركات التركية بيجاسس وغيرها من الخطوط الجوية ممكن أن تقطع رحلاتها، لأن هنالك مسؤولية أيضا من جهتهم تجاه المواطنين والركاب وسلامة المدنيين. فهنا خطر كبير جدا إذا ما تكررت هذه الهجمات بالطائرات المسيرة بهذا الشكل مستهدفين فيها قاعدة فيكتوري. المشكلة هي لم تتوقف هنا بالنسبة للأذرع الإيرانية والهجمات طبعا بدءا من فجر هذا اليوم، بل أن هنالك كانت قضية فجأة ظهرت من قبل هذا أو هذه عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني. فجأة ظهروا بستيتمنت أو بيان وتحدثوا بأن هنالك اختفاء لأحدى السفن التجارية في البحر الأحمر بالقرب من مدينة أو محافظة الحديدة في اليمن، فجأة اختفت ويقولون واشتبهوا بأن هنالك هجوما أو اختطافا لهذه السفينة. ولذلك إذا ما عدنا إلى المارين ترافيك لنلاحظ آخر السفن التي وصلت إلى مدينة الحديدة بعد هذا البيان الذي صدر من هذا الطرف المهم البريطاني طبعا الذي يراقب كل هذه التفاصيل، سنلاحظ بأننا أن هنالك سفينة تجارية كانت تسير بهذا الاتجاه يطلق عليها واسمها روابي وتحمل العلم الإماراتي، هي انعطفت بهذا الاتجاه. وكما نلاحظ هي بالقرب من الحديدة وهي على البحر الأحمر تسير بهذا الاتجاه، انعطفت بهذا الشكل بحسب المارين ترافيك، وبعدها فجأة اختفت هذه السفينة ولم تعد موجودة على الرادارات نهائيا. وإذا ما ذهبنا لكي نطلع على تفاصيلها بحسب المارين ترافيك وأين هي كانت تتوجه من أي اتجاه من أي ميناء إلى أي ميناء، سنلاحظ بأنها كانت قادمة من ميناء الجبيل التجاري اللي هو طبعا موجود في المملكة العربية السعودية، متوجهة إلى ميناء جازان أيضا اللي موجود في المملكة العربية السعودية وتحمل طبعا العلم الإماراتي بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما رحنا إلى تفاصيل هذه القضية، لأن هنالك أشياء أضافتها وأضافها التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أكدت كما نلاحظ هنا طبعا بالنسبة للحدود لكي نأخذ شكلا تقريبيا للحدود، هذه هي الحدود طبعا بالنسبة إلى اليمن، وهنا هذه هي الحدود بين اليمن وهنا عمان، وطبعا هنا المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه. وبالتالي هي كانت قادمة من ميناء الجبيل الذي تحدثنا عنه هنا بهذا الاتجاه، وبالتالي هي كانت تتوجه هذه السفينة من الخليج العربي إلى مضيق هرمز بهذا الاتجاه حتى وصولها إلى جزيرة سقطرى. بحسب التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أكد التحالف العربي بأنها كانت في مهمة هذه السفينة لإرسال معدات طبية لمستشفى سعودي موجود في جزيرة سقطرى هنا، وبعد ذلك تنتهي من هذه العملية وتأتي مباشرة وتسير برحلتها عبر مضيق باب المندب
متوجهة بهذا الاتجاه اللي هو ميناء جازان بهذا الاتجاه، ولكن المشكلة بأن هذه السفينة كما تحدثنا بأنها توقفت هنا وانعطفت واختفت بالقرب من الحديدة في اليمن، وبالتالي هي كانت على بعد فقط 180 كيلو مترا من أجل الوصول إلى نقطتها، وتم اختطافها. واتهموا الحوثيين بأنهم هم من يقفون بهذه العملية وبأنهم سيتخذون إجراءات تجاه الحوثيين بما قاموا به، وهذه العملية الواضح بأنها تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وهذه السفينة التي نتحدث عنها، إذا ما توجهنا إلى شكلها بشكل مباشر لكي نتعرف عليها، هي هذه السفينة، سفينة روابي، والتي طبعا هي مسجلة. إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بأننا أمام روابي أبو ظبي، سفينة وسفينة شحن إماراتية واضحة كانت في مهمة من ميناء إلى ميناء آخر. الأمور لم تتوقف هنا أيضا، بل إن كانت هنالك جبهة أخرى مثيرة، ألا وهو اختراق إيراني إلى العمق الإسرائيلي بشكل مفاجئ ومباغت. استهدف من أهم الصحف الإسرائيلية، أهم الصحف الإسرائيلية استهدفت من قبل الإيرانيين. نتحدث عن جيروزلم بوست التي تنشر الأنباء والأخبار باللغة الإنجليزية، وكذلك صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تنشر في اللغة العبرية. تم استهداف موقع جيروزلم بوست الرسمي، وتم استهداف واختراق التويتر الرسمي الخاص بصحيفة معارف. دعونا نذهب إلى جيروزلم بوست لنرى ما الذي حدث. فجأة كما نلاحظ جيروزلم بوست، هذا هو الموقع، تم اختراقه ووضع هذه الصورة التي ترونها أمامكم، وهي التي توضح يد وكأنها يد الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وفيها الخاتم الشهير له، وهي تقصف بصاروخ مباشرة إلى هذا المجسم الذي رأيناه أثناء المناورات ومحاكاة الجيش الإيراني لمهاجمة مفاعل ديمونا الإسرائيلي النووي. بهذا الشكل هم ضربوه طبعا للمجسم في هذه التدريبات، في تهديد واضح جدا بأنه يا أيها الإسرائيليون إن قمتم بمهاجمة منشآتنا النووية فسنقوم بمهاجمة هذه المنشأة النووية الخاصة بكم ألا وهي ديمونا. فتوضح بأن هنالك تعبير والصاروخ يخرج من الخاتم الخاص الشهير بقاسم سليماني لضرب هذا المفاعل بهذا الشكل. وبعدها طبعا توقف الموقع لجيروزلم بوست، وأيضا تزامن معه كما تحدثنا اختراق صحيفة معاريف التي تحدثنا عنها. أيضا وضعوا نفس الصورة بنفس الطريقة ونشروا باللغة العبرية وباللغة الإنجليزية بأننا بما معنى بأننا قريبون أقرب مما أنتم تتصورون، وبالتالي نفس الصورة نشروها بهذا الشكل. وبعد ذلك كذلك قاموا بعملية إعادة تغريدة أو ريتويت لصورة توضح فيها أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وهم موجودين بهذا الشكل. وبعد دقائق أو ربع ساعة تقريبا تمت السيطرة على الموقف، تم إعادة الموقف في جيروزلم بوست من قبل الإسرائيليين وصحيفة معاريف، وبالتالي انتهى الاختراق الإيراني إلى هنا. وهذه طبعا القضايا التي نراها هي التي جعلت عددا من الأوساط الأمريكية أن تعتقد بأن التحدي الأكبر لبايدن سيكون وستكون إيران بالدرجة الأساس، وكذلك روسيا. وهذا جاء بكلام من الوول ستريت جورنال نفسها، هي التي تحدثت عن هذا الأمر واعتبرت بأن قضية التحدي هنا بالنسبة لبايدن في عام 2022 لن تكون كورونا فيروس والأوميكرون والمتحورات الأخرى التي نراها بين فترة وأخرى، لا أبدا، ولا حتى التضخم الذي يجري في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي روسيا وإيران. هذا هو التحدي لبايدن بحسب رأي الوول ستريت جورنال. وعلى الرغم من استئناف اليوم الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا النووية، ترقب كبير لحل هذه المشكلة من أجل التخفيف من هذه المشاكل والتصعيد الكبير الذي نراه الآن، إلا أن هنالك طرفا منزعجا ألا وهي إسرائيل. الجيروزلم بوست نشر تصريحا لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي قال بأن المحادثات النووية لن تأتي بنتيجة تفيد إسرائيل بأي شكل من الأشكال. لذلك مسألة التصعيد هي كبيرة للغاية بالتأكيد. هنالك جبهات كثيرة ونحن أمام أولى الهجمات في الداخل العراقي، وهي ابتدأت على قاعدة فيكتوري، وقد تكون رمزية وقد تكون بها رغبة لعملية اصطياد الأمريكيين الموجودين هناك بكل تأكيد.